أطلقنا هذه الحملة كرسالة لكل فرد ولكل أم ولكل سيدة ولكل رجل ولكل فرد، إنه النظام الغذائي هو مسبب في سواء لا سمح الله أمراض أو في تدهور حياة الإنسان نظرا لطريقة أسلوب غذائه، والمعدة بيت الداء. طبعا مع انتشار موقع مطبخ سيدتي أكثر موقع انتشارا في الوطن العربي، صار عندنا مسؤولية كيف هذا الانتشار نستفيد منه ونستثمره بشيء إيجابي بشكل عام. النساء والإمهات أو الأخوات أو الصديقات عندنا مسؤولية كتير كبيرة إنه كيف نقدر إنه نأثر بمحيطنا وبالأكل تبعنا حتى نقدر نوفر أكل صحي من ضمن المحيط حوالينا. بالنسبة لغديهم صح، أنا كتير حبيت أدعم هاي الحملة لأنه أنا عندي طفلة صغيرة وعم بحاول أني أعوضها عن كل الأشياء اللي ممكن تأكلها من برا مثل الشوكولات والشيب. ثقافة التغذية بأنك أنت تربي ابنك من يوم صغير على أنه أوكي أنا محرمة من الشوكولات، أعطيه شوكولات، ولكن مقابل الشوكولات دائما يكون في فواكه، يكون في سلطة، في خضروات. هذه الأمور اللي محتاجها حقيقة الجسم وبقوة. كل فئة من فئات المجتمع، يعني أنا أقول ذوي الإعاقة بالذات اللي أنا أتعامل معاهم، الأكل الصحي يعتبر مهم كثير. أهم شيء أنه أنت تعودين أطفالك منهم صغار أنه على الأكل الصحي، لأنه إذا تعودوا على الأكل الصحي منهم صغار خلاص يصير مثل روتين عندهم. يعني فأكيد لو كنت عم باكل أكثر إشياء صحية وإشياء فيها خضار فواكه وابتعدت عن السكريات وأنا صغيرة ما كنت رح أرغبها كتير وأنا أكبر. أستبدل بعصير لأني كنت بشرب حاجات غازية كتير وجالي مشكلة بسبب الموضوع، وياريتني شربت كمية عصير صحي، عصير وبس، فريش ياريت. أكثر شيء الفواكه لأن هي ممكن تعوض عن الحلويات، يعني ما أقدر أقولك أبدلها بشيء مثلا، أو مثلا سناك أشياء الخضروات اللي فيها شوية سويت نفس الجزر مثلا. قد ما ركزنا على هذا الموضوع كل ما أعطينا رسالة مهمة من أجل أن يكون المجتمع مجتمع صحي سليم ومجتمع أسري متماسك.